اقرأ بقول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مهبط الوحي الذي نزل فيها هذا القرآن الكريم كاملا، أنقل لكم تحيات إخوانكم وتحيات أختكم هيا بنت عساف العساف، وهي تسلم عليكم وتتمنى لو أنها كانت بيننا. وأني لذاتها تشتمى نقوى عرفش القرآن يوسف نطقي وما زكريك إيجانا يوم إسلام مفتوى كان نعات مفتوى ما لي أتكمي نعمرو مفتوى وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يفتوي وأني